السلام عليكم يا شباب. انا هقول بس فكره سريعه في مساله التو دي. احنا عندنا في المرجع يعني في مساله اخت، يعني نفس المساله اللي جت في فاينل السنه اللي فاتت، بس الفرق ان السنه اللي فاتت كان مركز لك هو هنا، كان مديني ان هي كده 14 كي تقريبا على حسب ما افتكر، وهنا كان نفس الكوا برضو كان مديها لها 14، او زي اللي حليناه مع باشمهندس نجيب في السكشن كان مديني في الكوا فوق 5000 والكوا تحت 5000. كنت بحل عادي وفي الاخر اوزع الكوا بتاعتي، احط الكوا وانا بحل. هنا المسألة جاب لي القوة بتاعتي على شكل شير، فهي يعني فكرة بسيطة، نفس الحل اللي فات بالظبط، حتى نفس الكي بتاعت نفس المسألة ونفس الأرقام. هو قال لي إن هنا قوة شير على طول الضلع ده كله 1000 باوند بير انش، الوحدات عندي كلها انش ومش هحتاج أحول حاجة. عندي هنا القوة 10000، هلغي الشير وهركزها عند نقطة رقم 3 وعند نقطة رقم 4، أحط هنا 5000 عادي، يعني هنا يبقى 5 كي، وهنا برضو تحت هيبقى الفرس هيبقى عندي برضو 5 كي، يعني ببساطة عادي. بس هنا الخمسة نازلة لتحت هي والخمسة التانية، فالإشارة بتاعتها لما أجي أحل هلاقي إن الإشارة بتاعتها بالسالب عادي، والفرس اللي عندي مفيش غير هي في الاتجاه الواي ده بس، فهاخد هنا سالب وهنا سالب وأحل المسألة عادي خالص، وهي نفس الكي اللي فاتت بتاعت المسألة اللي حلناها مع الباشمهندس يعني.